ايه ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هكلمكم عن ديب فريزر وايت ويف. بس في البداية ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب لو استفدت ولو بمعلومة صغيرة. مبدئيا اللي ما يعرفش، شركة وايت ويل هي شركة مصرية. المنتجات بتاعتها منتجات كوري، التقفيل بيبقى مصري لكن الاجزاء بتاعته بتبقى كوري، ودي حاجة كويسة. مبدئيا هكلمكم على المميزات والعيوب والأسعار. أول نقطة المميزات، إن هو موفر للكهرباء، في خاصية بتوقف لك مروحة التبريد أول ما تفتح الباب، فدي طبعا بتساعد في توفير الكهرباء كويس وبتحافظ على الكمبريسور بتاع الجهاز. في خاصية التجميد السريع، بس ما بنصحش انها تشتغل وقت كبير لانها طبعا بتستهلك في الموتور جامد، تخلي الموتور ما يعيشش كتير وفي نفس الوقت بتستهلك كهربا كتير. فانت لا، انت بتخلي درجة الحرارة وسط على 2 بالكتير وخلاص، هو عشان يقدر الجهاز ان هو ايه يفصل ويشتغل. لكن انت لما تيجي تعمله على التجميد السريع فانت بتستهلك طاقة قصوى ليه. جسم الجهاز من الستانلس ستيل مقاوم للصدأ من بره. الجهاز ذكي، بيفصل اوتوماتيك لا قدر الله لو في مشكلة حصلت فجأة، وبيديك انذار لو انت سبت الباب مفتوح، ودي حاجة كويسة. نيجي للعيوب، وفي هو للأسف عيوب برضو مش حلوة خالص. ضمانه 3 سنين، وده ضمان يخوف يرعب، لان انت شاري جهاز برضو عشان يعيش معاك عمر كبير، وبعد كده في اجهزة كمان ضمان 10 سنين، فايه اللي يخليني اشتري حاجة ضمانها 3 سنين؟ يعني دي نقطة انا شفتها انها وحشة جدا فيه. ما فيهوش انارة داخلية، صوت الموتور عالي شوية، في الحاجز المطاطي اللي هو بيبقى ملزوق في الباب عشان يحجز الهواء، ان هو يسرب هواء يعني لبره. الحاجز المطاطي ده زي كاوتشة كده، الكاوتشة دي بتبوظ للأسف مع الوقت، يعني صناعتها سيئة، بتبوظ بسرعة وبتحتاج إن أنت تغيرها كل فترة. خدمة ما بعد البيع مش قوي، قطع الغيار برضو مش متوفرة، مش متوفرة بكترة. في عندنا بالنسبة للموديلات بتاعته، في الأفقي اللي هو بدون ادراج موجود، بس انا ما بفضلوش طبعا، الاستغلال بتاعه ما بيكونش قوي. والافق ده بيبقى فيه منه 200 لتر بحوالي 4050 جنيه، ابعاده بتكون 66 في 85 في ارتفاع 82 سنتي، بس ده زي ما قلنا بدون ادراج. وفي ال 300 لتر بحوالي 5400 جنيه، يعني 300 لتر طبعا يعني كويس في الساعة بتاعته، لكن زي ما قلنا الاستغلال ما بيبقاش قد كده. احنا نحاول ان احنا نجيب حاجة فيها ادراج. بالنسبة اللي هو فيه ادراج، فيه 5 درج ساعة ال 200 لتر، ده ابعاده 54 في 57 في متر 44 ارتفاع، بيبقى نو فروست، وبيبقى سعره 6600 جنيه. في ال7 درج بيبقى عامل، هو 300 لتر بيبقى عامل 9100 جنيه، سعره غالي شوية لكن الساعة بتاعته بتبقى كبيرة، وزي ما قلنا هو نو فروست. ال7 درج مقاسه 60 في 95 في متر 60 ارتفاع. بس دي كل حاجة عن ديب فريزر الوايت ويل، وأتمنى إن تكونوا استفدتم، ولو استفدتم بمعلومة ولا صغيرة متنسانيش باللايك وسبسكرايب، وأقول لك سلام.